أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ممكن تعمل معاصي تقيلة وتذنب ذنوب كثيرة وتبقى بعد كده من أولياء الله الصالحين؟ ممكن. ممكن تبقى بعيد قوي شارد وبعد كده تبقى من عباد الله المقربين. والله ممكن. وممكن تبقى النهاردة محسوب على الملتزمين والمتدينين وتقلب، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ممكن. ممكن نعمل ذنوب تقيلة وبعد كده نبقى من أولياء الله الصالحين. روى البزار والطبراني واللفظ له وإسناده جيد عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا؟ عارف اللي بيجي يقول لك أنا عملت كل الذنوب إلا الشرك، أنا عملت كل الذنوب إلا القتل، أنا عملت كل الذنوب، ما سبتش اللي يخطر على بالك، اللي تتصوره واللي ما تتصوروش، أنا عملت كل ده. أتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله لسان حال أكثرنا: أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا؟ وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، كل اللي كان بيخطر على بالي عملته، كل ما كانت نفسي تراودني على فعل المعاصي كنت بعمل، ما كانش في حاجة بتزجرني، أي حاجة تمنتها عملتها. وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ ده يتقال له إيه؟ واحد ما سبش يتقال له إيه؟ فهل لهذا من توبة بعد كل ده؟ بعد الذنوب التقيلة دي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ أنت مسلم؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن كان على دي ماشي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات. ماشي، من اللحظة دي نعمل خير، من اللحظة دي نتقرب بطاعة ونقفل خالص أبواب الشر ونقفل أبواب المعاصي، هيبقى هو ده قربنا لربنا. تفعل الخيرات وتترك السيئات، إيه اللي يحصل؟ فيجعلهن الله
لك خيرات كلهن. كل اللي انت عملته ده، كل الرصيد التقيل ده، يجعلها الله لك كلها خيرات. قال وغدراتي وفجراتي، والبلاوي السودة المتلتلة، وغدراتي وفجراتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. قعد يكبر 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 وهو ماشي، الله أكبر. كل الذنوب التقيلة دي، كل المعاصي دي، ربنا يبدلها حسنات ويبدلها نور بعدما كانت ظلمات. الله أكبر. إن ربك واسع المغفرة. والله إن ربك واسع المغفرة. سمى نفسه الواسع، سمى نفسه الأعلى. فلا تستطيع بحال أن تحد رحمته. تقولش رحمة ربنا لغاية كده، ما تقدرش تحددها بحد. وسعت كل شيء. مغفرته ما تقدرش تقول انها لناس معينة او للي هيعملوا حاجات معينة. ان ربك واسع المغفرة. يا مناس كانت ابعد ما تكون، يا مناس كانوا على موبقات وكبائر وختمت لهم بخاتمة يمكن لم تختم لأناس يشار إليهم بالبنان. إيش دراك بما سيختم لنا؟ كان بعض السلف قاطع للطريق، الفضيل في أول حياته كان قاطع طريق. قاطع طريق ده يعني تلاقيه فيه من الغلظة والشدة وبعد كده يبقى من أكثر السلف زهدا وورعا وتقوى. كان ايه وباي؟ انت ممكن تتغير بعد كل الرصيد ده اللي ملخبط، حسنات شوية وسيئات شوية والكيرف طالع نازل، ممكن بعد ده تتغير؟ ممكن. تعالوا مع القصة الاولى اللي بتجسد المعنى ده، قصة عجائب الرحمة بقاتل أمه. ولد قتل أمه ليه؟ عشان كان عايز يتجوز بنت أجنبية، فعمل كل ما يستطيع علشان ياخد فلوس من أمه علشان يتجوزها. خلاص مش قادر، لازم اتجوزها. أمه رفضت في المناقشة، وهو كان بعيد وشارد ولا يعرف طريق ربنا خالص. لما الموضوع كبر ونزغ الشيطان دخل، في لحظة قتل أمه وكتب عليها في الجرايد، بقت العناوين جريمة فظيعة تهز الأسكندرية. وقعت الجريمة في دائرة قسم محرم بيك، ويشاء القدر إن الولد ياخدوه يحطوه في السجن في وجود أحد الصالحين. بيقول لما كنت هناك شفته وقالوا لي هو ده اللي كتب عنه في الجرايد، هو ده اللي قتل أمه. ففي مرة معدي شافني، فأول ما شافني ولقى سمت الصالحين فلقيته بيجري علي وبيقول لي بالله عليك يا شيخ، أنا ربنا ممكن يغفر لي؟ أنا اللي قتلت أمي. قلت له يا ابني إن كان ذنبك عظيما فعفو الله أعظم. الله جل في علاه القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بيقول لقيت وشه نور وقال لي يعني ممكن بجد ربنا يغفر لي الذنب التقيل ده؟ يا شيخ أنا بقول لك أنا مش قتلت أي حد، ده بقى قتل وعقوق، أنا هقابل ربنا إزاي؟ قلت له أكثر من الاستغفار والدعاء، وادعوا لوالدتك كتير، عسى إن ده يكون سبب فعفو ربنا عنك، فهي كمان لا تقتص منك
يوم القيامة. بيقول بعد كده افترقنا، وبعد فترة شاء ربنا سبحانه وتعالى ان احنا برضو نبقى في مكان واحد. فاول ما شافني قال لي انت فاكرني؟ قلت له ايوه انا فاكرك، انت فلان. قال لي قل لي على حاجة عملية اعملها، انا دلوقتي نفسي اعمل حاجة اتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. بيقول بصيت لقيته ما شاء الله مواظب على قراءة القرآن، ما يفوتوش الأوراد بتاعة الأذكار، كان بيختم القرآن كل أسبوع، ما حدش قال له على كلمة خير، على سنة، على أي فضل من فضائل الأعمال إلا وكان ينفذها في الحال. فقال لي قل لي على حاجة أعملها لأمي أكتر من الدعاء. في مرة سمع إن الذي يختم القرآن حفظ يلبس والداه التاج ويحلى بحلة الكرامة ويشفع في عشرة من أهله فيكرمان على رؤوس الأشهاد. اللي بيختم القرآن حفظ بيبقى دي جايزته، فيبقى كرم ما بعده كرم. فقال بس هو ده، ده اللي أنا أقدر أعمله لأمي. فجاي جنبي وقال لي أنا ممكن أختم القرآن لغاية فترة التنفيذ، الله أعلم أنا هقعد قد إيه. قلت له يلا استعن بالله وابتدي. بيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان همة ما فيش بعد كده، كان كل يوم يحفظ ربع أو ربعين لغاية ما ختم القرآن، وكان يصلي بيه في الليل لدرجة أنه كان بيختم ما بين كل أربعة أيام أو خمس أيام في صلاة الليل، يعني يصلي كل يوم بما يوازي ست أجزاء من القرآن يصليهم في الليل من حفظه. وكان على اجتهاد عجيب في فعل الطاعات، ما يسيبش حاجة يقدر يعملها ما يعملهاش. وجالي بعد كده وقال لي انت تحسب ان ربنا يغفر لي بعد اللي انا عامله ده؟ لسه قلبه بيتقطع على الذنب، شوف بيعمل ايه، وقلبه لسه جواه الندم على الذنب. قلت له ربنا سبحانه وتعالى رحمته أوسع مما تتصور. تعرف ده الشيطان يوم القيامة يقعد يطلع راسه كده ويتطاول بعنقه، يقعد يرفع راسه رجاء أن تصيبه الرحمة. الشيطان يوم القيامة من كتر ما هو شايف ذنوب تقيلة وكبيرة وقع الناس فيها، ورب غفور بيرحم ويغفر ويتوب، فيقول يمكن أنا كمان، فيرفع راسه يمكن تصيبه الرحمة. بيقول لما قلت له كده لقيت وشه بينور والابتسامة على وشه، وقال يا رحمة ربنا، يا لعظمة ربنا. سبحان الله، بدأ يزود في أوراده وطاعاته، وبدأ يتعلم ويمسك كتب، شوية بشوية بدأ يحس إن الأجل اقترب. لقيته جاي لي وبيقول لي أنا حاسس إن أنا هخرج خلاص من سجن الدنيا، خلاص هقابل حبيبي، أنا مشتاق، كفى بالموت تحفة للمؤمن، أنا حاسس إن أنا هقابله، فوصيني بوصية أعملها لغاية لحظة الملاقاة مع رب العالمين. قلت له قول كتير لا إله إلا الله. قال لي إيه رأيك لو خليتها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلت له ما شاء الله أنت اخترت أحسن مني، اخترت دعاء في تهليل وتسبيح واعتراف بالذنب. فيقول فبقت على لسانه كل ما تعدي عليه تلاقيه بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لغاية ما جاءت اللحظة. قبليها كان جاله طعام وجاله بعض الزاد تصدق بيه كله، فبقول له انت بقيت ايه لنفسك؟ فقال لي انا بقيت كل حاجة لنفسي. فنصحته
إنه يكثر من الدعاء والذكر. وجاءت اللحظة واستيقظ لصلاة الفجر، واستيقظ كل من كان في السجن ساعتها، فرغ من الصلاة، مسك بالقرآن وأخذ يرتل آيات من القرآن. وأول ما حس إن هم جايين ياخدوه، الكلمة بقت على لسانه وعلى طول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. خرج سلم على كل واحد وأوصى كل واحد إنه لا يفطر لسانه من ذكر الله، لا إله إلا الله. الكل ودعه وهو يقول له لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، لا إله إلا الله. وقفت قدامه وحضنته وأوصيته والدمع على خدي، قلت له: ما تنساش من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. لقيته ثابت ما شاء الله عليه. لما خدوه لغرفة الإعدام سابوه شوية، مسك بالمصحف وقعد يقرأ في منتهى الثبات. الضابط جه قدم له أكل فرفض وقال له: أنا صايم. أصل هو كان صام كفارة القتل شهرين متتابعين، وبعد كده كان عاهد ربنا إنه يصوم صيام داود، فكان بيصوم يوم ويفطر يوم، فشاء ربنا إن اليوم اللي يعدم فيه هو اليوم اللي كان صايمه. ومن ختم له بصيام دخل الجنة. وقيدوه ووضع الحبل في رقبته وتلفظ بالشهادتين وحسنت خاتمته، كان قاتل فصار من أولياء الله الصالحين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. إن ربك واسع المغفرة. يا جماعة، يا ما الدنيا بتاخدنا، ويا ما الغفلة بتاكل قلوبنا، بس اللحظة اللي نفتكر فيها وقلوبنا تحس بقربه وتحس قد ايه احنا محرومين منه، يمكن اللحظة دي يبقى ليها مفعول السحر في حياتك. احد الشباب كان اسمه ايمن، كان مسرف على نفسه، ما بيصليش، يمكن حتى الجمعة ما بيركعهاش، فرحان بشبابه، شلة الانس كالعادة، خروجات وملاهي وغاني وبنات وصحوبية وما يسيبش. فكان لي أحد الأقارب كان يعني يعرف السكة حبتين، فبيقول: أنا قعدت أحاول إن أنا أوصل لقلبه مش عادر، كل ما أجي أكلمه كالعادة طبعا: يا عم خدني على جناحك بلاش مش عارف ايه، والهزار والضحك في الكلام ده، واحنا لسه شباب، انت هتقفلها في وشنا كده ليه يا سيدي بعدين، وا وا وا. فبيقول: قعدت افكر، خدت بعضي ورحت السوق واشتريت آلة حاسبة وورقة، وخدت بعضي ورحت له، فقلت له: ايه الاخبار؟ قال لي: تمام. قلت له: اخبار الصلاة ايه؟ قال لي: يوه، انت ما عندكش غير الاسطوانة التعبانة دي كل ما تقابلني تدهم لي. قلت له: طب اخبار الفيديو والمعاصي والبنات ايه؟ فضحك. قلت له: يا ايمن، الا تخاف الله؟ قال لي: رب غفور رحيم. قلت له: ولكن شديد العقاب. رحت مطلع الالة الحاسبة والورقة والقلم وقلت له: قل لي عمرك قد ايه؟ قال لي: 25 سنة. قلت له: طيب 25 سنة لو بتقابل ربنا بقى وانت بتعمل 10 ذنوب 100 ذنب، تقابل ربنا بملايين السيئات. بيقول لما المعادلة جت قدامه قلبه رق، قال: ياه
يا نهار أبيض، والذنوب دي هأقرر عليها ذنب ذنب، يعني هقف قدام ربنا يحاسبني على 100,000 ذنب لو قال لي عملت كذا يوم كذا. شوفوا دي تاخد قد ايه، تاخد دقيقة او لا. فلو حاسبني على الذنب وخد 30 ثانية 10 ثواني حتى، عملت وقررني على 100,000، هاخد قد ايه فيها دي في الحساب؟ هاخد قد ايه فيها دي عقاب وجزاء؟ المعادلة رققت قلب أيمن، قلت له تعرف ربنا بيقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صور واقف وشايف حسناتك فرحان، وانت حسناتك معروضة بين ايديك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، الله أكبر، وما عملت من سوء. ولما يشوف سيئاته ولما يشوف مخالفاته يود أن تبتعد عنه، يريد تتلاشى، يريد تغفر ويعفو ربي عن كثير. ويحذركم الله نفسه، يا رب يا رب تب علينا، يا رب يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، كفر عنا سيئاتنا، توفنا ربنا مع الأبرار، يا رب لا نطيق عذابك ولا نتحمل عقابك، أنفسنا أغوتنا بالمعاصي والشياطين وسوسوا لنا، فيا رب يا رب إنا ضعفاء فارحمنا، إنا أذلاء فأعزنا، يا رب إنا نحسن الظن بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيمن حسب الحساب وعرف المعادلة، فمن لحظتها خد القرار، عرف إنه لازم يخشى من رب عزيز ذو انتقام. إن سابت الدموع على خدوده، دموع التوبة، دموع بتغسل القلوب قبل ما بتغسل الذنوب. بيقول أديت له الورقة وقلت له اعمل كشف حساب. من اللحظة دي قدام 100,000 ذنب هتعرف تعمل حسنات تذهب هذه السيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. أيمن من اللحظة دي استبدل حياة الشارع بالمسجد، حياة اللعب واللهو بحلقات الذكر والقرآن، حب البنات بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صحبة السوء برفقة الخير اللي
بيشدوه لطريق ربنا. استبدل الأغاني بالذكر والتسبيح، استبدل الحراف بالاستقامة. أيمن لحق لما فهم، وإحنا كمان محتاجين نلحق. ممكن تتغير حياتك في لحظة ربنا يتنزل فيها على قلبك بالرحمة. ممكن تحسن خاتمتك وتبقى زي ناس صالحين كثر ما شاء الله، ظهرت العجائب في الأنفاس الأخيرة لهم. أحد الدكاترة بيقول في ليلة كنت المفروض أن أنا بطشي في المستشفى، يشاء ربنا سبحانه وتعالى أنه يجي لي التمرجي ويقول لي الحق تعالى بسرعة، في مريض على وشك الموت، تعالى الحقه علشان خاطر ده في أنفاسه الأخيرة. بيقول رحت له لقيته راجل في 40 من عمره، كان أصيب بالسرطان، والسرطان كان انتشر في كل جسمه، وكان مغمى عليه وفاقد للوعي بقاله 10 أيام. سألت عن ضغطه، قالوا لي المرتفع 35 والمنخفض ما بيتحسبش، النبض مش قادرين يعرفوه. بصيت على وشه لقيت الوش منور والابتسامة على وجهه. قعدت أستغرب حالته، لازم يظهر شحوب في وشه، يبقى وشه متغير، مرضى السرطان بيحصل لهم حاجات معينة معروفة، الكلام ده كله مش عنده. فبيقول رحت مدوره ناحية القبلة وقلت له اسمك ايه؟ قال لي فلان. قلت له طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بيقول رغم إن الناس لما بتبقى في غيبوبة السرطان والحاجات دي بيبقوا أحوالهم، أنا شفت بعناية ناس على هذه الشكلة، كان يقوم يقعد يصرخ يصرخ ويجيله الغيبوبة تاني، يصرخ يصرخ ويتجيله الغيبوبة تاني، ومش قادر تعمل معاه أي حاجة. في السكرات، بيعذب في السكرات. بيقول إنما ده أول ما قلت له الشهادتين سبحان الملك كان بيرددهم بمنتهى البساطة واليسر. الوش ما شاء الله، الابتسامة لا تفارقه، ما تحسش إنه متألم، ما تحسش إنه مريض بالمرض الخطير ده. وتوفي رحمه الله. بيقول لما شفت أمارات حسن الخاتمة عليه قلت لا، أنا لازم أتصل بأهله وأعرف إيه قصته علشان أعرف هو وفق لحسن الخاتمة دي إزاي. فلما اتصلت أهله قالوا لي دي حاجة مش غريبة، إحنا كنا متوقعين كذا. قلت لهم ليه؟ قالوا لي والله ما علمنا عليه من سوء، كان محافظا على الصلاة، لم يترك صلاة قط، وما شهدنا نحن ولا أحد ممن يعرفه من أهل بلدتنا أنه اغتاب أحدا قط أو وقع في شيء من آفات اللسان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. يا شباب الشهوات، يا شباب ما بين لحييه لسانك، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أمسك عليك لسانك، خلي لسانك ذاكر، عشان لسانك ده هو اللي مسبب لك مشاكل كتير وانت مش واخد بالك. وما بين فخذي الشهوة، وهو فيه ذنوب بتقع إلا بسبب الشهوة، النظر الحرام، العادة السيئة، الزنا، النت والمواقع الإباحية. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. حد مننا لما سمع الحديث ده دلوقتي ابتسم وقال جواه يا رب
أسألك أن تبلغني الجنة، لأننا محافظ على نفسي، محافظ على لساني وعلى فرجي. حد مننا يا شباب لما يسمع الحديث ده يصر ولا كلنا هنتكسف؟ ممكن يحصل العكس زي ما قلت، تبقى ملتزم وماشي وشكلك تمام، وبعدين تنتكس ويختم لك بخاتمة السوء. ده ممكن؟ ممكن. الحديث حديث سهل ابن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذ ولا فاذ إلا اتبعها يضربها بسيف، راجل مقاتل لا يشق له غبار، ما بيسبش واحد قدامه من الكفرة حتى وهم بيفروا إلا يجري وراه لغاية ما يقتلوا. إيه الشجاعة دي وإيه الفروسية دي وإيه الإيمان القوي ده واليقين اللي ما بعده يقين؟ ده شجاع، شجاع يقين يظهر عليه كده، واحد بيعرض نفسه للموت أكيد منزلته عاملة إزاي. يقول فقالوا أي الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، لا النهاردة فلان ده اللي خد ثوابنا كلنا. بص الصحابة بيفكروا إزاي، مين أكتر واحد النهاردة اشتغل؟ سؤال مهم، مين اللي النهاردة مكتوب عند ربنا الأول فينا؟ فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أكيد ده اللي خد الثواب كله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. ينهر أبيض، ده أمال إحنا إيه؟ ده اللي مسايب، ده اللي بيقاتل بالحمية دي والقوة دي. قال أما إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. لاحظ لما النبي بيخبر عن شيء غيبي ما بيكلموش، ما قالوش يا رسول الله من أهل النار إزاي، تيجي إزاي دي، طب قول لنا، طب فهمنا، سكتوا. بس واحد منهم قال لا أنا أعيد له أشوف ده إيه، ما إحنا قاعدين بنقاتل في سبيل الله وفي الآخر خالص لحسن يكون أنا آخر زيه، أفهم ده بيعمل إيه علشان يبقى في الآخر خالص مصيره كده. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، ده بقى واقف كأنه حرسه، يقاتل هنا ده جنبه، يمشي شمال جنبه، وإذا أسرع جري أسرع معه. قال حتى إذا اشتد القتال فجرح الرجل جرحا شديدا، وهو بيقاتل اتجرح كتير من آثار السهام والنبال. قال فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه أعلى السيف بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي حال إذ صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. خدت بالك؟ دي أخطر كلمة في الحديث، فيما يبدو للناس مناظر أشكال ومن جوه الله أعلم وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لما نزل الموت بسليمان التيمي قيل له أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، قال لهم لا تقولوا هكذا فإني لا أدري ما يبدو لي من الله، أليس الله القائل
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا رب يا رب اجعلنا ممن نحسن الظن بك حق الحسن يا رب. يا رب لا تعذبنا بالاستدراج. يا رب لا نكون من عبادك المخادعين. يا رب تب علينا أجمعين واجعلنا من عبادك الصالحين. قالوا عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء إذا مات رجل على حالة صالحة قال: يا ليتني كنت مكانه. سيدنا أبو الدرداء كل ما كان حد يقول له ما شاء الله فلان توفي وحسنت خاتمته، فلان تشهد ومات، فلان مات وهو ساجد، فلان مات وهو يقرأ القرآن، فكان يقول: يا ليتني كنت مكانه، يا ريتني بس حصل أي حاجة من كده. فأم الدرداء عارفة كيف حال أبو الدرداء في العبادة. أبو الدرداء كان يستغفر في اليوم 100,000. فقالت أم الدرداء: ليه يعني؟ ليه بتقول كده؟ تقول: يا ليتني كنت مكانه، يعني أحسبك على خير. قال: يا حمقاء، هل تعلمين أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا؟ يسلب الإيمان وهو لا يشعر. فأنا لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام. أنا حاسد ده أكتر عشان اتختم له بخاتمة حسنة، إن أنا أنت مغرورة بشوية الصيام والقيام والأذكار اللي أنا بعملهم كل يوم وما يدريكي. النبي قال يصبح مؤمنا، يعني مؤمن، يعني بيصلي وبيصوم وبيعمل خير كتير، ثم ينقلب بفتنة وغفلة، يمكن يتفتن بأشياء لا يمكن أن يتصورها. أحد الشباب الأسبوع ده، الولد المفروض إن هو على خير، يقول لي ما أعرفش إزاي وبيبكي بكاء بحرقة. واحدة اتصلت على التليفون، رد: فلان أنا تعبانة. هو بقى خدوا الضمير قوي، يعني ليه تعبانة؟ أنا عندي كذا وكذا وأحوالي، وأنا مفتقد الحنان ووضعي مش عارف إيه، وعايشة في الحتة الفلانية، ويقول صوتها وكلامها، وأنا رومانسي الكلمتين كل سنة وانت طيب، قلبي حن. لقيت نفسي وأنا اللي بصلي وبصوم وبعمل كذا وكذا، لقيت نفسي بياخد معاها معاد وبركبها معايا العربية. هو على خير، بس الدرس بيقول حاجة، ركبت بيقول لي ما بقتش طايق أبصلها. حلوة حلوة، طب وإيه الشيطان يعني في اللحظة دي يعني مش عامل شغله معاك ليه؟ يقول لي معرفش اللي حصل، مشينا شوية ودموعي بقت تنزل، قعدت عيط وصرخ. قالت ايه اللي عنده عقدة نفسية دي؟ سابت البتاع وسابته ومشيت. الشاهد، انت متصور دي مكالمة وهو على خير؟ ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال لي بيتعمل فيا كده ليه؟ انا على خير، بحاول اعمل كذا وكذا وكذا، بحضر دروس، بسمع قرآن، بحفظ قرآن، ليه وقعت؟ قلت له اسمه رب عشان بيربي، علشان انت دلوقتي قلت الغلطة فين. انت حسيت لما عملت شوية حسنات ان انت هتبقى بمأمن من الفتنة. يا حبيبي ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ياما صالحين وقعوا في ذنوب قذرة. مفيش حد منكم ما وقعش في مشهد على النت ولقى نفسه ايه ده، ازاي انا بص على الحاجات دي، انا اعمل كذا ووقع في الذنب. مش شكوت اغلب الشباب اللي بيقولي، وخلونا نتكلم بمنتهى الصراحة،
من ذنوب الخلوات والشهوات والعادات السيئة. إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والله أعلم هيتختم له بدي ولا بدي، بالمسجد ولا بذنب الخلوة. ممكن. عشان كده كان السلف يخافون، أما نحن فمغترون. لما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. ما الذنوب اللي احنا عارفينها اهي دي بنعرف نتوب منها. انت عملت الذنب الفلاني، سبت اليوم الصلاة دي، مشيت مع فلانة، عملت كذا، ما هي دي مفهومة. لكن في ذنوب احنا مش حاسبينها ذنوب. اخشى اني اتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. لذلك حبيبي في الله، بادر قبل ان تغادر. امرأة صالحة بتقول جوزوني من الراجل اللي شافه ان هو ميسور حيعيشني العيشة التمام، وهو اللي جاهز، فمع الاغراءات دي اتجوزته. انا والله كنت بحلم ان اتجوز واحد ياخدني على طريق ربنا، ونشد بعض وناخد بايدين بعض على طريق ربنا. كنت اتمنى واحد ياخد بايديا ونطلع نعمل عمرة، وايديا تبقى في ايديه، ونرفع ايدينا سوا قدام الكعبة ونناجي رب كريم. انا ما كنتش عايزة فسح، انا ما كنتش عايزة خروجات، انا كنت عايزة انه يبقى المكان اللي نحب نخرج له يبقى بيت ربنا. والله انا كنت بتمنى الا اتجوزه مش انه هو يعيشني السعادة والمتعة ويصرف عليا، انه ياخد بايديا الحفظ القرآن. انا كنت بحلم باللي يصحيني للصلاة في جوف الليل، باللي الدموع بتتساقط على خدوده من خشية الله، ان احنا نقتفي اثر رسول الله. يبقى عتبنا النهاردة ما تقدمناش ليه في طريق الله. لكن كانت الدنيا واخداه، وكان طول الوقت مشغول بشغله، وعنده رفقة سوء كان ملموم عليها للأسف الشديد، فكان يدوبك بيصلي الخمس صلوات في أوقاتها، ساعات مش في أوقاتها، لو صدفت انه يعدي على جامع يصليه يبقى يصليه، ده كان أكثر حاله. أنا ما يئستش، بدأت أدعي ربنا سبحانه وتعالى في جوف الليل المظلم، واجتهدت عليه في الدعاء، وكنت خايفة من صحبة السوء، فعرفت إن الزوج أحد صحباتي على خير، فقلت نعمل قعدة ونقول له ده احنا جايلنا ضيوف، فجايلنا زوج فلانة فانت تسقبله، وعملت حيلة بحيث إنه يقعد معاه. لقيت رد الفعل بعد الجلسة، هو راجل طيب وظريف وكل حاجة، بس يعني ليه سكة وانا ليه سكة، ما كانش فيه فايدة. هو كان بيغيب عن البيت كتير، وكان بيقول انه شغله بيخليه يطلع في سفريات، فكان ما بيقوليش اصلا هو بيروح فين. ففي يوم سافر وقعد باليوم والاثنين والتلاتة، لغاية ما جه اليوم الرابع لقيته بيتصل بيا وصوته حزين. قلت له مالك؟ قال لي انا جاي لليلادي. قلت له انا مش هقدر اسيبك كده، مالك فيك حاجة؟ قال لها انا ما نمتش من كثرة البكاء. ايه اللي جرى؟ قال لها عارفة صاحبي فلان، احنا سافرنا مع بعض، كنا بنخلص شوية مأموريات تبع الشغل، نمنا في الاوتيل في غرفتين منفصلتين، بس الغرفتين كانوا جنب بعض، اتعشينا مع بعض، قعدنا نتكلم ونهزر، نزلنا نتسوق حبتين في البلد اللي احنا كنا فيها، ما سبناش حاجة، ما اغمضناش عيننا عنها من المحرمات. وقرب الفجر كل واحد راح قطه عشان ينام. هو خدوا بالكم عشان دي أمثلة ناس كتير عايشين في وسطينا، ويمكن مننا ويمكن احنا، هو يعمل كده بس برضو ايه عنده أساسيات.
فبيقول فانا دخلت بعد ما كنت عملت البلاوي دي كلها ودخلت صليت الفجر ونمت. في مبدأ عند بعض الناس، بعض الناس كان بيتصل عليا ويقول لي كده، يقول لي مش انت قلت في محاضرة كذا ان ربنا واسع المغفرة وان ربنا رحمته وسعت كل شيء؟ انا عملت طول النهار كل حاجة وبالليل اقول له رب اغفر لي وتوب عليا، خلاص قصة القصة. اهلا وسهلا. مش انت قلت اللي بيقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت له الذنوب ولو فر من الزحف؟ طب خلاص انا مش هعمل يعني بلوزه سودا قوي، انا طول النهار اتسلف كام ذنب كده على المشي وبعدين بالليل بقى استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ده اسمه استهزاء بربنا. قالوا المستغفر وهو مصر على الذنب كالمستهزئ بربه. هتضحك عليا انا ماشي، ترسم عليا الدور ماشي، ارسم انا كمان عليك الدور ماشي، انما على ربنا يخادعون الله وهو خادعهم. المهم صاحبنا بيقول انا صليت الفجر ونمت، صحيت يلا عشان نخلص شغلنا اتصل عليه مفيش، قلت يمكن في الحمام، اتصل عليه تاني مفيش، يظهر ان هو تقلها حبتين النهاردة ونومه بقى تقيل، ساعة في اتنين في تلاتة، لا 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 مش ممكن بقى ده ايه ده. فاتصلت باستعلامات الاوتيل وقلت يمكن خرج، قالوا لي لا ما خرجش ده موجود في اوضته. بصراحة بدأت اقلق وخفت عليه، اتصلت عليهم تاني وقلت لهم طب ممكن نفتح عليه ده صاحبي والوضع كذا، انا بتهيالي ان في حاجة حصلت له. فتحوا لقيته على سريره عاضد لسانه ولونه مايل للسواد، ناديت عليه صرخت فيه حاولت اقومه، ما صدقتش انه ممكن يكون مات ومات الموتة دي، لكن مات. والكشف الطبي قال انه مات بسكتة قلبية مفاجأة، مع انه كان في عنفوان شبابه، كان ما بيشتكيش من مرض، كان في منتهى العافية. عرفت ان انا لازم اراجع حساباتي، هو ده موت الفجأة، هو ده اجل كل واحد مننا اللي حيأتيه لا محالة، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. عرفت ساعتها ان انا لازم اراجع حساباتي. بتقول سكت زوجي بعد ان بكى وابكاني، وبكينا سويا لاول مرة من خشية الله. شوفوا اللي كانت بتتمناه. بتقول لقيته بعدها بيوم بيقول لي انا عايزك تديني جواز السفر بتاعك. ليه؟ احنا هنطلع نعمل عمرة. وبالفعل رحنا مكة، والحلم اللي كنت بتمناه حصل بالحرف والله. ايديا كانت في ايديه، واول ما شفنا الكعبة رفعنا احنا الاتنين ايدينا ودموعنا نزلت على خدودنا وبكينا من خشية ربنا، وعرفنا طريق ربنا بقى. سبحان الله، هو اللي يقومني لصلاة الليل. لقيته مرة داخل عليا بشوية كتب، أقول له إيه ده؟ قال لي اللي ما كانش في الموضوع خالص، ده جامع العلوم والحكم، وده ابن القيم كتاب زاد المعاد، وده الوابل الصيب، وده الجواب الكافي. بعد أن صار ممكن بس أول حاجة في الروشتة إنك تقصر أملك. عايز أقول لك على 10 حاجات هي دي وصيتنا علشان ناخد الطريق لربنا، نجدد توبتنا، نصحح من مسارنا. كان اول حاجة دي قبل النقاط دي ان احنا نفهم عن ربنا، نبادر قبل ان نغادر، نقصر الامل علشان نلحق قبل فوات الاوان. 10 خطوات. اول خطوة انا عايز اعرف انت بتعصي ربنا ليه؟ انا بعصي ربنا ليه؟ انا بسأل نفسي والله العظيم ليل نهار، ليه ما بيحصلش كذا؟ ليه بتفرط في كذا؟
طب ليه ما كانش كذا؟ ليه قدمت المفضول على الفاضل؟ ليه ما حصلش الأمور اللي انت كنت حاططها؟ ايه اللي جوايا عايز الصحح؟ عارفين اخطر حاجة ذرة تسخط. يعني ذرة مش باينة، مش انت اللي هتطلع تقول ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب اهدي باينة دي، ده ادي متسخط ومفهوم. انما انت هتقولها بطريقة تانية، هتقولها زي صاحبنا ما كان بيقول لي انا على خير، ازاي ده حصل يا رب؟ ليه كده؟ بانت لما اتفتن، طلعت. هتلاقي انت في موقف عن ربنا مش فاهمه. انت ليه في الاسره دي ما بيعينكش على الطاعه؟ الاخت عايزه تنتقب، عايزه تلبس حجاب، عايزه ما تسيبش المسجد، ومفيش، والبيت بيقولوا لها فرمانات وكلام، فليه اطلع في كده؟ طب ما انا عايز خير اهو. ما بتلاقي لهاش حل، فبتتساب من جوه، تسيب ذره تسخط، ذره قد كده. الشيطان بقى فاهمها قوي دي، قلبك مليان خير فعشان كده بتصلي وبتصوم وبتعمل اعمال بر، لكن في حته يجيبك منها على طول. يعني انا شاب وعشان اتجوز ولا مليون سنه ان شاء الله بالاسعار اللي احنا عايشين فيها دي، يبقى ولا مليون سنه، كل سنه وانت طيب اهلا، ولا هتلاقي شقه ولا هتلاقي حاجه، فخليك كده على باب رب كريم يعني احسن. سيدا وحصورا، احفظوا الايه دي كويس، سيدا وحصورا، تبقى حصورا ما تعرفش سكه النساء خالص عشان تريح دماغك يعني. طب انا شباب هعمل ايه؟ طيب مفيش فايده. طب يا رب ركبت فيا الشهوه دي ليه؟ خير خير، الله المستعان. مش هتقول انت بقى الكلمه اللي هي ايه يعني، مش هتعداها وتقول زي الناس اعوذ بالله بقى اللي بتظهر على السناتهم كلمات الكفر وبتاع، انا مالي وانت عملت فيا كده ليه، من كذا ما هو، اعوذ بالله، استغفر الله. فانت لو هتيجي جواك هتروح قايل استغفر الله استغفر الله، لا لا مش كده خالص، بس في الواقع مش لاقي لها جواب، مش فاهم عن ربنا، فعشان كده القلب مش راضي. فتلاقي نفسك عايز تعمل، قلت لكم قبل كده كان في قصه نصب مشهوره كده يمكن بعضكم عارفينها، الراجل لم الفلوس كلها وقال لهم انا هشغلها لكم في تجاره المحمول وبتاعه، وبجيب محمول من دبي وشغالين وبيدي ارقام فلكيه والناس تمام وكله مديله الفلوس. نزلت عليا بقى ترخ المكالمات، كله قاعد بيعيط. فواحد منهم قال لي انا عايز اعصي تحويشه عمري اللي كنت هتجوز بيها، انا كنت مديله الفلوس عشان كده، لا انا هعصي خلاص بقى. ليه؟ ذرة التسخط. إنما والله العظيم ده لو كان استقبلها في قلب راضي، ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. يا ما الواحد اتعلم من ربنا. أنا قلت أحسن حاجة التربية من الرب، تربية ربنا دي، إن أنت تقعد حاسبها بطريقة معينة فجواك الحتة دي، وتمشي الأيام وتلاقي حكمة ربنا في الأمر وتقول حكمتك سبحان الله، أنا ما كنتش فاهم كده، أنا محتاج ضرب النعال. ياما أصله ليه؟ أنا دايما أقولها لنفسي لما أبقى مش فاهم حاجة، أقول هو يعني هيعذبني؟ هو بينتقم مني؟ هو بيتشفه؟ أسوأ إيه أنا في كونه ولا في عباده؟ ما لو قال كن دلوقتي في ثانية أكون تحت الأرض، إيه يعني؟ لكن من علي واصطفاني وخلاني مسلم، وخلاني في يوم من الأيام أبقى ملتزم، وخلاني في يوم من الأيام أعرف سكته وأعمل كذا وكذا، ليه؟ يبقى كريم. فلما تروي قلبك بالمعاني دي تطلع ذرة التسخط. هاخد فيها في أول خطوة برنامج عملي، رضيت بالله ربا. بص حلوة ازاي، قولها كده، رضيت بالله ربا، كل اللي يجيلي منك حبيبي، انت حبيبي، إن تعذبني فإني لك محب، إن ترحمني فإني لك محب. لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. رضيت بالله ربا، عشان تطلع ذرة التسخط. اتنين، بتقع في ذنوب ومش عارف تاخد قرار التوبة عشان اتعودت على التسويف. يعني انت وانت قاعد معايا دلوقتي المفروض قرار، الحق دلوقتي، ممكن بكره يمكن ما تقدرش، دلوقتي قادر تقول
رب اغفر لي وتوب علي، لسه قلبك حاسس. يمكن بعد كده الران يبقى على القلب ما تعرفش تنطق. فلو انت صادق مخلص حاسس، هتقول في اللحظة دي: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، أنا مش عايش إلا عشان ترضى، وأنا محتاج أجريلك، فاتني كتير، محتاج قربك يا رب، محتاج رضاك يا رب، محتاج إن أنا يا رب تتوب عليا وترحمني وتغفر لي وتعفو عني، لأن ماليش غيرك يا رب. فتستدفع رقم 2 التسويف ب: وعجلت إليك ربي لترضى. بقرار دلوقتي، دلوقتي إن احنا ناخد الدقيقة اللي هنسكت فيها دلوقتي، كلنا كل واحد مننا دلوقتي هيعهد ربنا على ترك ذنب معين بحول الله وقوته، مش بحاجة تانية. ربنا هيتوب علينا منه ومش هنعمله، وحيعهد ربنا على عمل خير من اللحظة دي، ولو أيسر شيء، ولو ركعتين حيحافظ عليهم في الليل، ولو استغفار 100 مرة كل يوم، ولو صدقة، ولو بجنيه كل يوم، ولو إنه حيحافظ على سبحان الله وبحمده، أو على لا إله إلا الله، أو أي شيء سهل ميسور بالنسبة له بس ما بيعملوش. ناخد الدقيقة ونعهد ربنا وندعي أنه يتقبل منا عهدنا معاه. يا رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب تقبل. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب اجعلها صادقة، يا رب اجعلها خالصة، يا رب يا رب خذ بأيدينا إليك يا رب، يا رب كن لنا ولا تكن علينا يا رب، يا رب انصرنا على أنفسنا يا رب، يا رب كن لنا يا رب، يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وعجلت إليك ربي لترضى. 3 أصدق الله. بلاش تطلع من جواك مش نقية مش خالصة، خليها صدقة، خليها صفية، خليها أطهر ما تكون. بلاش كذب، ملينا الكذب يا جماعة. ده لو واحد مننا بيعتاد على شيء، متعود كل شوية يعمل حاجة حيمل، وإحنا متعودين على الكذب. كفانا كذب، كفانا وهم. أصدق الله يصدق. 4 أنا عند ظن عبدي بي. لو جواك سوء ظن بالله استدفعه بحسن الظن. ظننا بك يا رب أن تقيل عثرتنا وتأخذ بأيدينا، مش هتسيبنا يا رب. أنا أحسن الظن فيك يا رب إنك مش هتسيبنا. صحيح مذنبين، صحيح مقصرين، صحيح عصاة، لكن أنت أرحم وأكرم، وحسن الظن يتبعه حسن العمل. لو أحسن الظن لأحسن العمل. فعشان كده هتقدم بين إيدين التوبة دي عمل يكون قربان ويكون شاهد على حسن ظنك بالله. العمل ده إيه؟ اللي يتيسر ليك من اللي احنا قلناه. 5 المبررات والشعور بالذات. المبررات ليه بتعمل كده؟ أصلي وفصلي وعندك شماعة حطت عليها كل مشاكلك، لسه يا شباب أصلا لسه في أول الطريق، أصلي أهلي بيعندوني، أصلي بشتغل شغلانة صعبة فبتضطرني إن أنا أخلط بالنساء والبتاع، فأعمل إيه؟ أصلي أصلي أصلي. لا تعتذروا. الاعتذار ده
لا يصلح. المنافقين لما اعتذروا ربنا قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما ينفعش. الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خايف أطلع معاك القتال، أصلا أنا عندي مشكلة كده مع النساء، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي بقى أن أنا أقعد، أصلا أنا لو طلعت هتفرج على بنات الروم وأنا هتفتن هتلاقيني انتكست. فقال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لم يقبل عذره علشان مبرر أجوف كلام، بيقول حاجات علشان خاطر يهرب. ما بتصليش ليه؟ ما بتصليش قيام ليه؟ أصلي برجع من الشغل تعبان وهمدان ومش قادر وعبال ما خلص كذا وكذا. طب صليهم في المسجد، صلي العشاء وتروح مصلي بعدهم ركعتين بعشر آيات عشان لا تكتب من الغافلين. لا أصلنا لو صليتهم قدام الناس هتبقى كده رياء وسمعة، يا عم صلي على النبي. شغل إبليس ده بلاش منه يعني، كل واحد يصلي ركعتين أدينا عملنا حاجة، خدنا الخطوة لربنا. ما بتقولش الأذكار ليه؟ لا ما أنا بخليها في وقت أكون يعني فايق كده عشان الذكر يبقى الذكر لسان وذكر قلب، يبقى قلبي ولساني. أبوس إيدك، اشتغل باللي تقدر عليه دلوقتي يعني، ما بلاش المبررات دي. المقلة الخامسة قد أفلح من زكاها، زكي نفسك وابتعد عن المبررات والشعور بالذات. رقم ستة الخوف والقلق، مش عايز تاخد الطريق ليه؟ عندك عائق في الطريق، خايف الآن أصلا أهلي هيسيبوني ولا لأ، هيحصل لي كرب وهتحصل محن وابتلاءات، فأنا يعني هحط نفسي في وجع القلب ليه؟ يعني الناس اللي حوالي أصلا هتقعد تسخر مني وتستهزأ بيا. الآن خايف، حاسس إن السكة صعب، دي تخلص بكلمة واحدة، الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك بالجامع؟ ربنا أمرك بالحجاب؟ ربنا أمركم بالعلم والعمل والدعوة وسلوك طريق التوبة؟ إذن لن يضيعنا. هيضيعك ليه؟ بقى أنت تبقى حبيبه وتبقى وليه وتبقى في معيته وهو بعد كده يعذبك؟ يبقى كان بيعذب النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي كانت عنده محن يبقى ربنا أصلا كان بيكرهه، وعشان كده النبي كان شايف الأمرين والمحن الشديدة، صح كده؟ كده ده الدليل؟ ولا إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك يوسع لي. البدن ممكن يتأثر شوية لكن القلب متعلق بالرب، فعشان كده القلب في منتهى السعادة، وممكن يكون الجسد هو اللي بيتألم. ما تخافش، معاك رب. ده انت لو حسبتها، طب وليه ما تقولش انت بأي مرض من الأمراض المستعصية اللي الناس اهي، روح المستشفى وشوف الشباب عندهم كام سنة وكذا، الشباب اللي بتتقلب بهم العربيات على الطريق، اطلعوا كده الدائري طريق الموت وشوفوا العربيات ومين اللي عنده كده، شباب. طب ما هو رحمك اهو على انك بتعصيه، طب ما هو غفر لك حاجات كتير انت عملتها في يوم من الايام، طب ما هو بياخد بايديك اهو، ليه قلقان منه؟ اذن لن يضيعنا، مهما كان الابتلاء لنا رب لا يضيعنا. رقم سبعة اصلا انا ضعيف مش قادر، لسه في الاول كلنا ضعفاء، كلنا لا نملك حول ولا قوة، استدفع الضعف بلا حول ولا قوة إلا بالله. قلتها لكم هناخد القرار، بس مش عشان إحنا هناخد القرار، عشان هو هينزل علينا الرحمة، فساعتها بحول وقوته نستطيع. شعور العجز والضعف استدفعه، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل، استعذ بالله وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله يأخذ بيدك إلى الطريق. تمانية حاسس إن أنا ذليل قدام المعصية دي، بحبها مش قادر أستغنى عنها. واحد بيحب واحدة، واحد مدمن ذنب معين، أنا وحش وأنا فيا اللي أنت بتقوله ده من الصبح، بس أنا ذليل قدام الذنب، مش عارف أرفع راسي. اسمع الآية، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللي عايز يعز
عز الطاعة، ولا يذل ذل المعصية. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. السلف كانوا بيقولوا إن الرجل لا يصبح وعلى وجهه مذلة الذنب. بالليل كان بيعمل حاجة، الصبح تلاقيه مش قادر لأن الذنب قهره. إيه الحل؟ تعزز بالعزيز، ارمي الحمل على ربك. من كان يريد العزة، عايز تبقى عزيز، عز الطاعة ده، عايز ترفع راسك وما تخافش من أي شيء. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. طب ده يكون بإيه؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بالكلم الطيب والعمل الصالح تتعزز. عشان كده قالها بعدها على طول، بعد ما ذكر العزة قال العمل الصالح والكلم الطيب، ذكر دعوة، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يحصل إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى تعمل حاجة تتقرب بيها، آدي الكلم الطيب وعمل صالح، هو ده اللي يتقلك ترفع راسك ولا تعيش ذليلا. رقم 9، ذرة الكبر بالكابر. أقول لك اتق الله ليه يعني؟ هو أنت شايفني يعني ملحد؟ هو أنت شايفني فاسق؟ ما قدامك أهو باقي الجامع أهو، عايز حاجة تاني؟ فمن جوه مش عايز تقول إن أنت غلطان. واحد كان بيكلمني، فكل ما يكلم يقول أنا 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 أنا، فقلت لي بالله عليك اتق الله، أنا دي مش حلوة خالص، هكذا لا تأتي الله بالقلب السليم. ضحك، قال ما يعني بس أنا كنت عايز أوصف لك أموري يعني عشان تعرف أحوالي عاملة إزاي. كل شوية شايف نفسه كبر وهو مش حاس، هو ما يتعملش في كده، هو ابن ناس. اللي يقول لي أنا تربيت كده، أبويا قال لي أصلا أنت مش عارف أنت ابن مين في مصر، أنت فلان، أنت يا حبيبي كذا، ارفع راسك اتكلم كذا. فأنا طالع كده هعمل إيه؟ فأنا حاسس أن أنا من تربية مختلفة ومن وسط اجتماعي معين. وحتى الغلبان بيتكبر بقى حاجات تانية، يتميز في أي حاجة يتكبر بيها. اللي فتح له أي كتاب يعني ولا بتاع كده وفرمع مع ناس يعني ملتزمين ولا بتاع، فهو بقى يروح رميها، قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم أو كده، فتلاقي بقى إيه يعني برضو يعني. فإزاي هو بعد ما عرف شيخ الإسلام وابن القيم ده جاي يقول له اتق الله يعني؟ إزاي دي من جواه؟ إنما ممكن هو قاعد برضو يقول لك آه اللهم اجعلني من المتقين. بلاش الشغل ده، بلاش الشغل بتاع يعني ذرات الكبر دي. من كان في قلبه ذرة كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حلها بإيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. زللوا، انكسر بين إيديه وانت في جوف الليل. مشايخنا يقولوا المفروض يعني بينصحونا كده، مش محمد حسن كان بيقول لي كده، انه لابد ان تكون لك خلوة. قال لي لازم يبقى لك عمل سر وتضرب نفسك بالنعال حيث لا يراك الناس. يعني قدام الناس انتوا ايه يعني؟ قدام الناس لو قعدت اقول لكم ده انا غلبان وعملان وانا مذنب ومقصر، وانتوا تقولوا يا شوفوا تواضع الشيخ. فالشغل ده انا رخر حقع فيه. لا، وانت ساجد وانت بتكلمه انت قلبك عامل ازاي؟ حاسس ان انت بتخدم وتشغال وبتعمل حاجة، ولا حاسس ان انت محتاج تضرب بالنعال بجد؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. اخر حاجة، راسي بالجاهلية. كنت بعمل ذنوب، صحيح عرفت الطريق شوية بس جوايا بلاوي. هنقول فيها وثيابك فطهر. ابن القيم بيقول اتفق المفسرون، مفسر السلف، قاطبة على أن الثوب ها هنا القلب. القلب طهر قلبك باستغفار طويل وبقرآن شفاء لما في الصدور وبنسيان الذنب، علشان خاطر الذنب ما يطلعش كل شوية يهمدك، وبتذكرة الذنب لما ترفع راسك. فهمتوا؟ لما تلاقي نفسك بدأت تحبط وبتيأس وشايف أثر حاجات دي كل شوية تقول لي أصلا أنا ما كنتش كويس أصلا، أصل كذا. لا 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 لا، اعتبر نفسك النهاردة أنت خلاص نظفت الجوهرة دي، جوهرة قلبك. لكن ساعات تلاقي لسه أثر لشيء من الوحل اللي كانت وقعت فيه. افصلها عن الوحل ونظفها كويس مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده حطها قلبك يعني، حطها في حاجة ثمينة علشان خاطر بعد كده ما تقعش تاني في الوحل. حتى لو وقعت في الوحل انت حطيتها
في علبة الإزاز الشيك قوي دي، فلما تنزل تبقى تربط في أي حاجة، لكن قلبك لا. حصن قلبك، طهر قلبك. حصن الحصين هو إيه؟ الذكر. حديث يحيى بن زكريا لما أمر بأن يبلغ بني إسرائيل كلمات كان في وسطها الذكر، كان إيه تشبيه الذكر؟ إن واحد بيجري وراء الأعداء، الفتن دي، الحريم، الفلوس، الدنيا، قهر الناس، ظلم الناس، أذى الناس، كله بيجري وراه، كله عايز يمسك فيه يفتك به. فجرى حتى وجد حصنا حصينا فدخل وأغلق على نفسه. فهم بيخبطوا فين؟ في الحصن. إنما هو محمي بعيد. حصن نفسك. ممكن نتوب ويقبل ونبقى من عباد الله الصالحين؟ ممكن نبقى في رفقة خير النبيين؟ ممكن يكتب لينا الفردوس الأعلى؟ ممكن نبقى في رفقة أبو بكر وعمر؟ ليه لا؟ أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال. احنا رجالة محمد صلى الله عليه وسلم. ينفع يبقى ده لقبك من النهاردة؟ رجل محمد، رجل النبي محمد. ممكن ارفع راسك وخد الطريق، والله لن يضيعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الحي فأحي قلوبنا، وأنت القيوم فأقم قلوبنا على ضرب طاعتك. فيا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا رب، برحمتك يا رب، برحمتك يا رب، برحمتك نستغيث، 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 يا غوث كل خائف، يا غوث كل غريق، يا غوث كل تائه، يا غوث كل حائر، يا غوث كل عاص، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح يا رب، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي، وليس لنا رب سواك يغفرها، وليس لنا رب سواك يعفو عنا، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. فيا حي يا قيوم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، واهدنا وتكرم، أنت مولانا الأعز الأكرم. يا رب قاست منا القلوب، يا رب أنت علام الغيوب، يا رب نشكو إليك أحوالنا، نشكو إليك تذبذب أمورنا، نشكو إليك معاصينا، نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.
يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا يا رب، إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن يا رب عافيتك هي أوسع لنا. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. يا رب ارض عنا يا رب، ارض عنا يا رب، ارض عنا يا رب، ارض عنا يا رب، يا رب ارض عنا يا رب، يا رب. إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب يا رب تقبل توبتنا، يا رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب تقبل توبتنا، واغسل يا رب حوبتنا، وأجب يا رب دعوتنا، وثبت يا رب أقدامنا، وثبت حجتنا، وكن أنت ولينا فليس لنا ولي سواك، فكن أنت ولينا فتولى أنت أمورنا. يا رب أسلل سخائب صدورنا، يا رب اجعلها الآن، اجعلها الآن خالصة صادقة لك يا رب، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعوذ بك أن يكون حظنا منك الكلام، وألا نعمل بما نعلم. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، يا رب 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 هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.